وقت واحد بده أرضه ما بيفزع من شيء. الموت إنه آخر شيء، إحنا نروح عند ربنا، هذا آخر شيء يعني، ما أنا شيء يعني الموت. وحلو الموت شو هذا؟ الجنوب يعني لي كثير إنه هذا أرضنا، هيدا أرض المسيح يعني أرض يسوع مرق فيها. إنه معقول أنا أترك ولا حبة ولا حبة من التراب إحنا بنقبل نعطيها لحدا، ولا من نقطة المي ما بنعطيها لحدا، كل لبنان ولا نقطة، ولا نقطة من محل بنعطيها. الجنوب شيء فخر لكل إنسان يشوف حاله فيه، لأن يعني الجنوب بحرم عنا كلنا. نحن هون مثل ما طرح مانك شايفين مطبخ الميدان، نحن كل يوم عندنا 5000 لفة كل يوم نعملها للمراكز الإيواء بصغرتها وبقضاء صغرتها وبقسم من قضاء الضنية. وعلى فكرة نحن كلنا متطوعين، شايف الشباب والصبايا كلهم متطوعين. نجي كل يوم نفتح خبز، نعمل تارتينات، نحضر خضرة، نحضر كل شيء، كل المستلزمات اللي بياكلوها الترويقة. كل أهالي المنطقة نحن عندنا هون، شباب بنات نسوان رجال كله بيجي بيساعد. كنا متطوعين بال 2006 وعشنا مع اخواننا اللبنانيين اللي اجوا لعنا من الجنوب، وكانت صحيح تجربه حرب بس تجربه انتهت بمحبه وبتعارف وبهيك صار اختلاط بين اللبنانيين مع بعضهم بعض. هذا الشيء اللي نحن هون يمكن شوي بعيد عنا. بتعرفي بتحبي تتعرفي على هول الناس انه هن قديش عندهم هالايمان، بقووك بقووك كثير انه داش عندهم. انا عندي، انا انساني مسيحيه وعندي ايمان كثير كثير، بحب كثير يعني. وقت بحط لك نسيت هيك بطريقه نسيت هني بيامنوا جدا يعني، كمان انت بتلاقي حلك قديش هيك ضعيفه حد الناس هالقد عندها ايمان وطموح وعندها يعني بتنبسط انه بتصير تتعلق اكثر بارضك، بتعلق ببلدك، بتعلق بمنطقتك، بتعلق باهلك، بتتعلقي فيهم اكثر وبتصيري بتقولي لا انا بدي اعمل اكثر، بدي شد يعني ما عم بعمل شيء. انه ايش عم بعمل؟ انه هالشيء ماشي هن يعني، هن تاركين بيوتهم، تاركين عيلهم، بقول ما على شيء، مهم انه تنتصر المقاومه، نحن ما عندنا شيء، يعني هن ناس مميزين بكل شيء. نحن عم تعرفنا على بيئه جديده، نحن بيئه الجنوب بعيده عنا، حكون واضحه معك، كجغرافيا بعيده عنا، يمكن انا ابن طرابلس بعرفه اكثر، يعني قريب جغرافيا علي اكثر، بس ابن الجنوب كجغرافيا بعيد عني، لا هلا عم بعرف شو بياكل، بنقعد مع بعض، بنسهر مع بعض، بنظهر مع بعض، الكبسه كثير طيبه، انا بعد 2006 رحت على الجنوب واكلناها هونيك سور بلاس بصدقين، وزرنا زبقين وصدقين ومارون الراس وبنت جبال، وعملنا مشوار بالجنوب بعد حرب تموز، كان كثير حلو، بعده بذاكرتنا وعلى طول بنحكي فيه. ويسوع زار كانا، كانت عجايبه بكانا، وكانا صار فيها مجزرتين، وامبارح كمان بصير مجازر، هو معود وين بيكون المسيح. نحن على درب المسيح ماشيين، على درب السلام، على درب المحبه. نحن بحمى الشباب، بدك تقولي قاعدين هون بحمى الشباب نحن، يعني السيد هو شيء غير يعني، ما بقدر انا اجيب سيرته، ما فيني ما بحملها. وكثير كنت انا تابعه، انا ضوي له شمعه مثل ما ضوي للعذراء، يعني مثل ما ضوي ليسوع ضوي له شمعه، لانه هو عن جد هو غير، كان يعطينا هذا الحفز كثير. واكيد انه هذا منهج الشباب يعني، اكيد رح يكونوا هيك وقصة اقوى اكيد، يعني اللي يعطيك هيدي الروح رح تضلي انت تحبيها. اكيد بعد الحرب رح اروح على الجنوب، اكيد بدي اروح اشوف الجنوب، اكيد وسط ربع اكيد.